السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه على برنامج قوي جدا لفحص حالة الـ SSD، وهو برنامج الـ SSD Live. نبدأ نحمل البرنامج مع بعض. هنكتب فيه محرك البحث SSD Live، وبعد كده ندخل على موقع تحميل البرنامج. رابط تحميل البرنامج هسيبه لك في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو. ندخل على الموقع، بعد كده نختار مننا داونلود، ودي الصورة الخاصة بالبرنامج. ندخل على داونلود، وبعد كده نختار مثلا نسخة البورتيبل، نضغط على داونلود، وبعد كده نبدأ نشغل، نفك الضغط عن النسخة البورتيبل. نسخة من ما بتحتاجش ليه تثبيت، بيظهر الأيقونة ديت. هبدأ إن أنا أشغل البرنامج، كليك يمين ران أز أدمنستريتور. البرنامج فقط بيشغل الهارد الاس اس دي، يعني انت لو انت جهاز عندك فيه هارد اتش دي دي هو مش بيقرا، ما بيقراش الا الاس اس دي فقط. تمام، بيبدا يفتح معايا الواجهه ديت. وظيفه البرنامج فحص حاله الاس اس دي، وكمان معرفه عدد الساعات اللي اشتغل فيها الاس اس دي، ووقت فصل وتشغيل الاس اس دي من اول ما انت اشتريته. بمعنى ان انت لو اشتريت هارد مثلا اس اس دي جديد، فطبعا الارقام اللي انت هتشوفها هنا اللي هي الورك تايم دي، هنا كاتب لي 2567. فطبعا لو انت شاري هارد جديد بتبقى طبعا الرقم ده زيرو، عدد الساعات طبعا زيرو، والباور اون بيبقى زيرو. تمام، هنا الحاله الخاصه بالاس اس دي از هيلسي، الحاله جود باللون الاخضر ده كده، يبقى الحاله ايه، جيده ومفيش مشكله في الايه، في الاس اس دي. لو ظهر لك لون تاني مثلا باللون الاحمر كده، تعرف ان الهيلسي الخاص بالاس اس دي في مشكله. تمام، ودي زي ما احنا قلنا عدد الساعات اللي اشتغل فيها الاس اس دي، وبيجيب لي طبعا ملخص ان هو اشتغل اجمالي عدد الساعات اللي اشتغلها حوالي 3 شهور، على حسب بقى ايه اشتغل معاك قد ايه. وطبعا لو انت شاري الهارد استيراد خارج او مستعمل، طبعا الرقم ده بيكون اكبر من كده بكتير. فطبعا انت اول ما بتشتري الاس اس دي وعايز تطمن ان الهارد شغال معاك تمام ومفيهوش اي مشاكل، فممكن تستخدم البرنامج دوت او برنامج الكريستال ديسك انفو، قريب برضه للبرنامج ده. بس البرنامج ده ميزته ان هو ما بيحتاجش ليه تثبيت، وبعدين حجمه صغير، وبضغطه واحده بيجيب لك كل البيانات الخاصه بيه الاس اس دي. لو عايز تاخد صوره من البرنامج من خلال الضغط على ميك سكرين شوت بالشكل ده، وتبدا ان انت تحفظ الصوره بالشكل ده كده وتسمي الصوره وتضغط على سيف. لو عايز تقفل البرنامج طبعا يكون قفل البرنامج من هنا. البرنامج سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، وادي الصوره اللي احنا خدناها بالشكل ده، بتضغط عليها بيفتح معاك الصوره زي ما احنا شايفين كده. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك والاشتراك في القناه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.